من وجهة سياحية إلى ساحة لتصفية الحسابات. تركيا تتحول لساحة صراع إسرائيلي إيراني. حالة التوتر الأمني مع إيران والخوف من قيام الخلايا الإيرانية بهجمات ضد الإسرائيليين في تركيا دفعت الموساد الإسرائيلي لتكرار تحذيرات عدم السفر. رغم هذه التحذيرات راوية، فإن نحو 4400 إسرائيلي سيتوجهون تباعا اليوم إلى تركيا على متن 26 رحلة طيران، كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي. وأمام هذه الأعداد الكبيرة من المسافرين، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالامتناع عن السفر إلى تركيا، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على أمنهم. سارعت أنقرة إلى التواصل مع طهران بطبيعة الحال في محاولة دبلوماسية للحصول على ضمانات بعدم تنفيذ أي هجمات في تركيا. وبحث مولود شاوشأغلو وزير الخارجية التركي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بحثاء التهديدات الإيرانية لمواطنين إسرائيليين في تركيا بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي. وأمام هذه المعطيات، بدأت عناصر أمن تركية وإسرائيلية بتنفيذ حملة أمنية غير مسبوقة في اسطنبول.